أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من البرنامج الزمني لتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، والتي أعلن عنها سموه خلال الملتقى الحكومي الذي انعقد في شهر أكتوبر الماضي. قال المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان إن الوزارة استكملت إجراءات توزيع وتخصيص 4800 وحدة سكنية في مشاريع المدينة الشمالية واللوزي والحجيات ومشروع مجمع 207 بوسط المحرق ومجمع 609 بمنطقة سترة، بالإضافة إلى مشاريع مدينة حمد وتوبلي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستقبال المواطنين الذين لم يتسنى لهم إنهاء إجراءاتهم بسبب نقص المستندات أو لظروفهم الخاصة التي لم تمكنهم من الحضور إلى الوزارة، لاستكمال إجراءات التوزيع في المواعيد التي تم تزويدهم بها، أو المواطنين الذين قاموا بتسليم الوثائق في توقيتات متأخرة، وذلك للتأكد من شمول التوزيع جميع القوائم التي تم إعدادها للاستفادة من المشاريع التي تضمنها جدول التوزيع. أشاد وزير الإسكان بأوامر سمو ولي العهد بشأن توزيع المشاريع الإسكانية والتي كان لها أثر كبير في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية للمواطنين والمدرجة على قوائم الانتظار من مختلف محافظات المملكة، مضيفا أن الوزارة سخرت طاقاتها لتنفيذ البرنامج الزمني للتوزيع في المواعيد المقررة لها إسوة ببرامج التوزيع السابقة التي أمر بها صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله.